من داخل سوق الشعلة بمدينة الخارجة محافظة الوادي الجديد، ورصد الأسعار المنتجات الخضروات والفاكهة قبل حلول شهر رمضان. هنتعرف بحضرتك. اهلا وسهلا سمير احمد عبد الرحيم. حاج سمير، قول لنا اخبار الاسعار ايه عندكم؟ الاسعار بالصلاة على النبي فوسه ب 5 جنيه، تمام، جزر 3 ب 10، طماطم 3 ب 10، خيار 3 ب 10، بطاطس 3 ب 10، تمام، وباذنجان 3 ب 10، يعني كل حاجة حلوة يعني الصراحة. تمام. هنا سوق الشعلة الرئيسي اللي هو أكبر سوق في الخارجة. أكبر سوق الخارجة لأنه هو ده الأساس. ده الأساس يا الأساس. تمام. هاي ثاني. ده تمام. 10. 10 بطاطس. 25. قول لنا أخبار الأسعار إيه عندك؟ أسعار زي الفل، طماطم بجنيه ونص، بطاطس بجنيه ونص، خيار بخمسة، باذنجان بخمسة. نبيع على اسعار متناول الجميع. شنطة كبيرة؟ حاضر. اديني 50 صح؟ قلنا كام؟ 25 و20. بصل بثلاثة ونص. شنطة كبيرة. كم الفراولة يا رب؟ فراولة ب10. شنطة كده 7 ونص.